بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم لاندنج للسلم بتاعي. تمام، فهقول له انا عايز ارسم ستير. رسمت الستير بتاعي، وبعد كده عايز اغير بقى هنا، ارسم مثلا درجة زيادة بشكل مختلف. تمام، فهقول له انا عايز كونفرت، حوله لي لسكتش، وبعد كده اقول له ايه سكتش، وابدا اعدل فيه. طيب انا عايز اضيف درجه هنا، فممكن اقول له من رايزر. تمام، انا عايز اضيف ارك مثلا. تمام، مثلا من هنا لهنا دي مثلا درجه من درجات. تمام، طيب عايز اضيف درجه حاجه كمان، مثلا ممكن اعمل ايه، ممكن ترسم خط مستقيم وتوصل بينه، مفيش اي مشكله خالص. تمام، او تقول له انا عايز ارسم مثلا من هنا لهنا درجة كمان أكبر من اللي فاتت. تمام، بالشكل دوت. تمام، ومش لازم خطوط، يعني ممكن تاخد الخط ده كده كوبي وتبدأ توصل من هنا وتوصل من هنا، أو تاخد شكل غير منتظم، مفيش أي مشكلة خالص. أي حاجة أنت هترسمها مش هعترض عليها. طيب خلينا نقول له موافقين ونشوف. بيقول لي انفاليد ستير باص اللي هو دوت. تمام، مش لازم ده يكمل لحد الآخر. اقول له اوكي. تعال نشوف بقى في 3D بعمل ازاي بالشكل ده.